أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أقلام تحت الانتداب أهلا بكم سيداتي سادتي عنوان هذه الحلقة الاقتصاد الفلسطيني أيام الانتداب البريطاني لفلسطين فلسطين كانت من أقدم البقاع التي وطأتها أقدام البشرية كيف كان شكل هذا الاقتصاد وما هي المراحل التي مر بها هذا الملف نتابعه إياكم في أقلام تحت الانتداب مع ضيفنا أستاذ الاقتصاد دكتور عزمي عوض أهلا بك معنا أهلا, أهلاً وسهلا, وسهلاً بكم بك. دكتور ماذا يمكن أن نقول في البداية على الاقتصاد الفلسطيني في الفترة ما بين نهاية الحكم العثماني لفلسطين وبداية الانتداب البريطاني أولا يجب أن يكون لدينا معلومة ومفهوم وإطار عام بأن الاحتلال البريطاني لفلسطين والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة الاحتلال البريطاني أرسى قواعد وقوانين وأنظمة ساعد على ترسيخ الوجود الصهيوني في فلسطين وهذه القوانين والانظمه ساعدت الاقتصاد اليهودي على الوجود التام في فلسطين من هذا المنطلق الاقتصاد الفلسطيني مر في تلك الحقبه بثلاث مراحل المرحله الاولى ما بين الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه والحقبه الثانيه اثناء الحرب العالميه الثانيه ثم ما بعد الحرب العالميه الثانيه. اثناء الحرب العالميه الاولى والثانيه كان الاقتصاد الفلسطيني اليهودي اقتصاد مدمج. واثرت الهجره اليهوديه المتعاقبه على فلسطين تاثير سلبي على المواطن الفلسطيني وايجابي على الاقتصاد اليهودي، حيث تزامن مع الهجرة البشرية هجرة رؤوس اموال ضخمة جدا. مما عزز الوجود الاقتصادي للكيان الصهيوني. ومن هذا المنطلق اصبح هناك فجوة ما بين الاقتصاد الصهيوني والاقتصاد الاسرائيلي، الفجوة كانت لصالح الاقتصاد اليهودي. المرحلة الثانية جاءت ما بين الحرب العالمية اثناء الحرب العالمية الثانية وهي ان هناك اصبح الاقتصاد الاسرائيلي او اليهودي مهيمن على اغلب الشركات والمصانع في ذلك الوقت. واصبح دخل المواطن الاسرائيلي اكثر مضاعف عن المواطن او الفلاح الفلسطيني. الحقبة الثالثة وهي ما بعد الحرب العالمية الثانية صار هناك اختلال في الهيكلية الاقتصادية هذا الاختلال من ناحية الديمغرافي الدخل و الاقتصاد بشكل عام على مستوى المستوى الديمغرافي معلومه هامه جدا خلينا نشوف في هذه الفتره انه سنت الانتداب البريطاني عده قوانين وانظمه وتشريعات مارسها المندوب السامي من هذه القوانين انتزاع الارض وقانون الملكيه وقانون انتقال الاراضي وعلى اثر تلك القوانين اتسعت ملكيه الاراضي اليهوديه على حساب الاراضي الفلسطينيه بنسبه من حوالي 6, 650 الف دونم عام 1920 كانت لليهود في العام 1920 إلى مليون و800 ألف دنم في العام 48 ازداد عدد المستوطنات اليهودية من 73 مستوطنة سنة 22 إلى حوالي 363 مستوطنة سنة 48 شوف عدد السكان كمان تغير الديموغرافي اللي حدث من 56 ست... ألف يهودي في سنة 1918 إلى 700 ألف سنة 48 بينما كان عدد سكان الفلسطينيين في عام 1918 700 الف، وفي العام 48 أصبح عدد السكان كلهم 2 مليون، أي بمعنى أن نسبة اليهود كانت 8% وأصبحت 33% لليهود. دكتور أغير احنا أغير أغير. سنتحدث بالتفصيل عن انعكاسات ما جرى في الاقتصاد في فلسطين في فتره الانتداب وانعكاساته الديموغرافيه ولكن ماذا عن التطور الاقتصادي؟ انتهى الحكم العثماني، دخل الانتداب البريطاني، كيف كان شكل النشاط الاقتصادي في فلسطين؟ هل كان مركزا فقط في الزراعه في الريف؟ ماذا عن النشاط الاقتصادي في المدن الساحليه، في مدن الوسط، في الشمال، في الجنوب، كيف كان شكل هذا الحراك الاقتصادي؟ شوف في المحصلة النهائية أن السياسة الاقتصادية البريطانية التي كانت تمارسها بريطانيا كانت تصب بالصالح اليهودي بشكل تام وعلى حساب المواطن الفلسطيني فعلى سبيل المثال قامت بريطانيا بتشجيع المنتجات الزراعية التي تهم أسواقها لاستيرادها وشجعت ورعت ودعمت كافه المستوطنات التي تزرع على سبيل المثال البندوره. البندوره كان والبرتقال كان من الاساسيات للاستيراد الى اسواق بريطانيا تلك الحمضيات. الان الحكومه البريطانيه دعمت هذه المزروعات على حساب المواطن الفلسطيني. لانه كان يهمها في البدايه استيراد تلك المزروعات والمنتجات من المستوطنات اليهوديه. حدث في وقت ما ان البندوره كانت اهم سلعه تستردها الحكومه البريطانيه من المستوطنات الاسرائيليه. وبناء على ذلك قام المواطن الفلسطيني الفلاح بزراعه البندوره لكافه اراضيه هلا شو اللي صار اللي صار ان حكومه بريطانيا كانت تدعم البندوره وتعمل لها حمايه ورعايه وتعطيها نوع من الامتيازات لمين تعطي الامتيازات للمزارع اليهودي لما قام الشعب الفلسطيني او المواطنين الفلسطينيين او المزارع الفلسطيني بزراعه ارضه بالبندوره املا في جنايه ارباح معينه ألغت الحكومة البريطانية ألغت هذه الامتيازات وأصبح هناك كساد كبير جدا وخسائر كبيرة جدا على المواطن الفلسطيني بنفس الحقبة من الزمن استطاعت استطاع الكيان الصهيوني أن يضع يده على كثير أو ينشئ كثير من المصانع الهامة احنا كمجتمع فلسطيني كان اغلب الصناعات الموجوده في ذلك الوقت تحويليه صناعه نبات زيوت نباتيه صناعه صابون ورش حداده اخشاب في عام 1939 اجري احصاء على عدد المنشات الصناعيه منها دكاكين خراطه ورشات حداده ورشات صغيره للمصانع وجدت انه حوالي 3500 مصنع وورشه. كانوا الفلسطينيين يمتلكوا منها 65% بعد ذلك اصبح عدد المؤسسات الصناعيه فقط المصانع حوالي 1200 مصنع يعني انا ما بدي ادرج ضمنهم الورش الصغيره والدكاكين بس فقط المؤسسات الصناعيه اصبح عددها حوالي 1200 مصنع. 85% من هذه المؤسسات الصناعية كانت تمتلكها الحركة الصهيونية طب دكتور التغير الديمقرافي الذي تحدثت عنه هل لعب دور في هذا التطور الاقتصادي ومن المستفيد الأكبر كان؟ بالتأكيد عمل عمل تغيير كامل وجذري على الهيكلية الاقتصادية والمستفيد الأكبر كان اليهود لأنه كانت الهجرات الصهيونية هجرات بشرية وهجرات رأس مال وبالتالي أصبح هناك هيمنه اقتصاديه على الموارد الطبيعيه على الارض على الموارد الاساسيه الاقتصاديه داخل البلد من قبل مؤسسات يهوديه كانت ترعى ذلك خلينا نقول السيطره في في السنوات تحت الانتداب انشئ عده مؤسسات فلسطينيه لحمايه بيع الاراضي المواطن الفلسطيني حقيقة او الفلاح الفلسطيني كان تحيطه ظروف صعبة جدا وركود اقتصادي صعب جدا وكان هناك نوع من السماسرة الذين يتاجرون بالارض مخفيين يشترون الارض من الفلسطيني المحتاج ومن ثم يقومون ببيع ذلك تلك الارض الى مؤسسات يهودية يهودية بمبالغ كبيرة طبعا بمبالغ كبيرة الان شو اللي صار؟ اللي صار انه مثلا على سبيل المثال انشات او اسست صندوق الامي. صندوق الامي براس مال بسيط جدا ولكن اغلبه كان من التبرعات. ثم تلا ذلك صندوق البطيحه. البطيحه منطقه قريبه من طبريه. تحيط بها 300 الف دنم من الاراضي ذات الخصب العاليه والمرويه من الامطار ومن البحيره وهذه الاراضي كانت مهدده بالمصادره او بالشراء خلينا نقول بلاش مصادره في البدايه او التسريب او التسريب وعلى هذا الاساس آه، هذه المؤسسه قامت بواجبها الوطني من خلال الحركه الوطنيه في ذلك الوقت لحمايه تلك الاراضي ايضا صندوق اخر انشئ بقيمه كان راس ماله حوالي 10000 جنيه فلسطيني اللي هو صندوق الصندوق الفلسطيني للارض او انقاذ الارض شوف المفارقه انه هذه الصناديق كلها كانت الدعم اللي يجيها قليل جدا 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 في كان عندنا تخاذل تخاذل ليس فلسطيني وانما تخاذل عربي على عكس الصناديق اليهوديه التي أنشأت صندوق الأمة صندوق حماية الأرض صندوق عدة صناديق أنشأت طيب هذه كانت... الصناديق اليهودية من أين كانت تحصل على الأموال؟ كانت هذه الصناديق اليهودية كانت تحصل على الأموال من خلال التبرعات من تبرعات من اليهود ومن الدول الأجنبية بالخارج بالضبط نعم يعني التصور عندهم مثلا من الصناديق اللي كانت مؤسسة صندوق تأسيس فلسطين صندوق الدعم وعادة البناء صندوق القومي اليهودي صندوق الطوارئ هذه الصناديق جميعها وغيرها غيرها كان مجمل المبالغ التي تردها 85% منها تبرعات كان رصيدهم في ذلك الوقت 164 مليون جنيه في الثلاثينات جنيه فلسطيني جنيه فلسطيني ارتفع الى 200 مليون جنيه في نهايه الانتداب البريطاني. قارن ذلك مع صندوق الشركه العربيه لانقاذ الاراضي راس مالها 10000 جنيه فلسطيني، صندوق الامه لا يتجاوز ألف جنيه، صندوق شركه البطيحه نفس الشيء كل هذه الصناديق الفلسطينيه لم تستطع ان تحمي كامل الارض بسبب المبالغ الكبيره التي كانت تواجههم بسبب المبالغ الكبيره جدا التي كانت ترد الى الصناديق اليهوديه والصناديق اليهوديه تخيل من حوالي 164 مليون الى 200 مليون شوف خلال فتره بسيطه جدا ارتفع راس مال او خلينا نقول المبالغ التي كانت تتحصل عليها تلك الصناديق دكتور عزني سوف نكمل حديثنا في هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل مشاهدينا قبل أن تفصل بدلتك أو معطفك الشتوي زر محل الخياطة الوطني لأصحابه نزيه الإفرنجي وإخوانه يافا حيث نجد أجود البضائع وأحسن الأزياء بأنسب الأسعار والتجربة خير برهان قريبا جدا يظهر في الاسواق الفلسطينيه الصابون الوطني المصنوع من انقى الزيوت مركز المعمل في رام الله فلسطين. اهلا بكم من جديد مشاهدينا نكمل هذه الحلقه التي نتحدث فيها عن الاقتصاد في فلسطين زمن الانتداب البريطاني مع الدكتور عزمي عوض. دكتور عندما نطالع الصحف في ذلك الوقت نجد انه تكثر الحديث عن اخبار البرتقال وبورصه البرتقال، ما هذا السبب؟ نعم صحيح السياسه الاقتصاديه البريطانيه كان همها او اتجاهاتها انها تنمي المحاصيل الزراعيه التي ترفد اسواقها وخاصه البرتقال كما كان يحدث في مصر مصر كان في بورصه القطن والذي يتحكم في هذه البورصه هو البريطانيين هي سياسات استعماريه حثت في جنوب افريقيا في الهند السياسه الاستعماريه تستولي على المواد الموارد الاقتصاديه للبلد لتتدفق هذه الموارد الاقتصاديه الى بلد المستعمر ليستفيدوا منها اقتصاديا البرتقال كان بالنسبه لهم يعني عنصر او مادي او سلع اساسيه يستوردونها من فلسطين لتغطي اسواق بريطانيا المشكله ان بريطانيا كانت تسعى دوما ان تجعل من الاقتصاد الفلسطيني مسيرا لخدمه مصالحها وبنفس الوقت ان تجعل سوق فلسطين لمنتجاتها وبالتالي هي تبادليه ولكن بالمحصله النهائيه كانت تخدم الكيان الصهيوني على كافه الاصعده حمضيات مواد خام كل هذه الصناعات كانت يعني تتم من خلال المستعمرات البريطانية وتصب في صالح المستعمر. المستعمر. دكتور ماذا عن الضرائب التي كانت كان يفرضها الانتداب على المزارع الفلسطيني وهل كانت نفس قيمة الضريبة مفروضة على اليهودي الذي استولى على الأرض واستزرعها أو بدأ بالزراعة المشكلة فيها؟ المشكلة هنا نعم هو سؤال هذا كثير مهم. المشكلة هنا أن إيرادات خزينة بريطانيا كانت تتكون من الجمارك والضرائب. وهذه الموازنة كانت تتم في بريطانيا. موازنة خلينا نقول. مستعمرات. موازنة نعم خلينا نقول نفقاتها على وإيراداتها من الاستيلاء على فلسطين. فعلى سبيل المثال كانت الضرائب تفرض على المواطن الفلسطيني بنسبه 25% من دخله من 25 الى حوالي 30% من دخله السنوي. بينما كان يفرض على اليهودي 12% وربما اقل وربما كانوا لا يتحصلون تلك الضريبه من المواطن اليهودي. يعني كان عنده اعفاءات. وبالتالي هذه الضريبه ارهقت الفلاح الفلسطيني ارهاقا تاما. اضف الى ذلك مستوى الدخل يعني على سبيل المثال كان يتحرك مستوى الدخل للمواطن اليهودي من 44 جنيه سنه 36 الى 54 جنيه سنه 45 شوف المواطن الفلسطيني كم كان يتحرك مستوى الدخل من 16 جنيه سنه 36 الى 19 جنيه سنه 45 بمعنى انه كان هناك ارهاق تام لكن بالمحصله النهائيه كل السياسات الضريبيه والجمارك والجمرك كانت تستهدف خلع الوجود الفلسطيني من فلسطين كما يحدث الان بالقدس بالقدس ماذا يحدث انه في ارهاصات ضريبيه وضريبة ضريبة المثقفات او ما تسمى بالارنونة آخر... لخلق... تضيفات الاقتصاديه لخلع الوجود الفلسطيني من القدس تخيل ان الدخل القومي اليهودي ارتفع من مليون ونص جنيه فلسطيني في عام 22 الى 88 مليون عام ال 45 هذا الارتفاع بينما بقي مستوى الفرد الفلسطيني او مستوى معيشه الفرد في تدني على عكس على عكس اليهودي الذي كان في ارتفاع هاي المفارقات كلها عدم عداله توزيع العبء الضريبي كان يقع على المواطن على الفلسطيني كان يدفع ثمن كان يدفع ثمن المقاومه التي تتم في حينه يعني حملوا الكيان البريطاني او الاستعمار البريطاني كان يحمل نفقات امن البلاد ومقاومه الثوره في حينه على حساب المواطن الفلسطيني وكان باي رحيه المواطن الفلسطيني يدفع ذلك وبالقوه احيانا وبالقوه ماذا عن الصناعه في ذلك الوقت تحت في زمن الانتداب البريطاني كيف كانت الصناعه كيف تطورت الصناعه كانت في العشرينات أو الاقتصاد في العشرينات كان اقتصاد مدمج بمعنى إنه أي إحصاء يحدث كان ما يفرق ما بين هذا مصنع لا اقتصاد يهودي أو هذا مؤسسة لا اقتصاد عربي كان مدمج ولكن تعمقت هذه الفجوة في الثلاثينات وأصبح الاقتصاد اقتصاد ثنائي نجد اقتصاد فلسطيني واقتصاد يهودي نعم اقتصاد فلسطيني واقتصاد يهودي نجد أن اليهود بفضل التدفقات الراسماليه و بسبب الهجرات تكون عندهم راس مال ضخم جدا جدا من خلاله استولوا على وانشاوا العديد من المصانع منها مثلا مصنع الاسمنت المطاحن البتروكيماويات انشاوا عديد العديد العديد من المصانع الضخمه في حيفا وعلى النقيض وبالمقابل بقيت مصانعنا يدويه اليه تعتمد على المواد الاوليه المتوفره وكانت كل هذه الصناعات التي بين ايدي العرب الفلسطينيين صناعات خفيفه بينما هم تحولوا الى الصناعات الثقيله لبناء البنيه التحتيه لاقامه دولتهم. يعني تخيل دوله دوله الاحتلال الصهيوني يعني في 48 لكن هم هيئوها قبل ذلك بعشرات السنوات من مصانع في حيفا، من مصانع في مناطق يعني مصانع ضخمه جدا كل هذا كان بسبب ايش؟ بسبب الدعم الذي كان يرد الى المؤسسات الصهيونيه بكثافه، الدعم المادي على عكس صناديقنا واقتصادنا الذي لم يكن لاحد من الدول العربيه ان ينظر اليه سوف نكمل في هذا الموضوع عن الاقتصاد الفلسطيني زمن الانتداب دكتور ولكن بعد الفاصل مشاهدينا أرسل فاكهتك إلى بريطانيا بطريق كارديف. ترتيبات وتجهيزات بديعة على الميناء تساعد على سرعة التفريغ وتوزيع الفاكهة. يمكن الحصول على جميع المعلومات المطلوبة بخصوص ميناء كارديف من تشارلز اس بيج، رئيس الميناء سكك حديد جريت وسترن كارديف. سجاير بالمل أفخر السجاير الإنجليزية. دخنها واحتفظ بالكوبونات لاستبدالها بجوائز ثمينة. اطلبوا قائمه الجوائز من الباعه او من الوكيل العام لفلسطين وشرق الاردن اي لاكس وشركاه نعود مجددا مشاهدينا في هذه الحلقه التي نتحدث فيها عن الاقتصاد في فلسطين زمن الانتداب البريطاني مع الدكتور عزمي عوض دكتور لا زال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من نفس حالة الحصار التي كان يعاني منها زمن الانتداب بعد كل تلك الأعوام كيف ترى وضع الاقتصاد الوطني الفلسطيني؟ الاقتصاد الفلسطيني حقيقة يعاني ولكن آه لابد من إجراء إعادة آه هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بمعنى أن نتحول إلى اقتصاد مقاوم لابد من أن يكون هناك توجه عام بمعنى. ان نعمق فكره المقاطعه الاسرائيليه ونستعيد عنها بالمنتوج الوطني ان نسعى الى جوده هذا المنتوج ان نسعى الى التميز في هذا المنتوج لينافس الاسواق الخارجيه ايضا لابد من استغلال امثل الموارد اللي بين ايدينا على سبيل المثال السياحه يعني السياحه لابد من اعلام تثقيف عن المواقع الاثريه في بلادنا من هنا لابد ان اسالك دكتور عن الدروس والعبر المستفاده مما عانيناه من سياسات الانتداب تجاه الاقتصاد الفلسطيني ما الذي يمكن ان نستفيده وماذا عن الجنة الفلسطيني في هذا الاطار بالتحديد سيد الفاضل يعني في زمن الانتداب البريطاني سنه 24 الانتداب البريطاني <applause> طرح فكره العمله وانشاء مجلس النقد كفكره. الحركه الوطنيه الفلسطينيه قاومت هذه الفكره بمظاهرات عديده جدا لانهم كانوا يعلمون ان مجلس النقد والجنيه الفلسطيني بالمحصله النهائيه سيصب في مصلحه الانتداب والكيان الصهيوني اولا واخيرا. لذلك هم عارفين انه لن يكون هناك فائده ترجى من هذه العمله اتجاه الشعب الفلسطيني. كانت المقاومه لكن خلينا نستفيد من ما جرى وناخذ الجانب الايجابي من آه يعني الانتداب البريطاني وقراراته والامور هاي لماذا لا يكون لدينا عمله وطنيه؟ نحن كثير من الاقتصاديين وصلوا الى مرحله التشاؤم اتجاه اصدار العمله الوطنيه الفلسطينيه. اغلب الاقتصاديين عندهم توجه ان الظروف السياسيه والاقتصاديه غير مواتيه لاصدار العمله. وانا اقول يعني ربما اكون اغرد خارج الصرب، لكن ما المانع من اصدار عمله وطنيه فلسطينيه بحجم بحجم النقد المتداول وندخل هذه الأمنة لتشارك العملات المتداوله حاليا، بمعنى الا نسحب العملات المتداوله حاليا، وانما نشرك عملتنا الوطنيه وبكمية محدودة وأن ننشئ مجلس نقد ليدير هذه الأمنة ويصدرها بمعنى الإدخال أنني لا 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 أجعل إحلال كامل العملة وإنما ندخلها لتشارك باقي العملات بكمية محدودة قادرين على الغطاء النقدي تبعها شكرا جزيلا لدكتور عزمي عوض أستاذ الاقتصاد في جامعة جزيلاً. فلسطين التقنية على وجودك معنا في هذا العدد من اقلام تحت الانتداب والشكر موصول لكم ايضا سيداتي سادتي نلتقيكم ان شاء الله الى حينه الى اللقاء الى اللقاء دمتم بامان الله شكرا جزيلا